أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. هذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وفيها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة رام الله ومساكن الرئيس الفلسطيني وقيادات السلطة. حزب الله يشيد بعملية عفرة وفصائل المقاومة ترى أنها تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة. وفد حكومة هادي يتمسك بمطلب إخلاء الحديدة من الجيش واللجان، وغريفيث يقترح اتفاقا حول تعز. تيريزا ماي تعلن تأجيل التصويت على اتفاق بريكزيت في مجلس العموم، والمحكمة الأوروبية تفتح الباب لبريطانيا لإلغاء خروجها من الاتحاد الأوروبي. دعوات لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والحزب الحاكم يواصل استعداداته للاستحقاق. البداية من رام الله. وفي عدوان جديد في الضفة الغربية، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدينة رام الله بالقرب من مساكن الرئيس الفلسطيني وقيادات السلطة والقيادة المركزية لحركة فتح، واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. ومعنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. أهلا بك نسرين. يعني فتحت الميادين الهواء منذ ساعة تقريبا، ولقد نقلنا تفاصيل هذا الاقتحام الإسرائيلي الذي بدأ بطبيعة الحال منذ ساعات الصباح الأولى، وقد طال بالتحديد الآن الشارع الذي يسكن به الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحتى وكالة وفا الفلسطينية. تفاصيل هذا الاقتحام معك لو سمحت. نعم، في البداية أريد أن أشير أن قوات الاحتلال على ما يبدو أنهت هذه العملية لهذا اليوم على الأقل، لأنها انسحبت فعليا من منطقة الإرسال ومن منطقة البالوع في مدينة رام الله. انسحبت بعد أن يعني ضيقت على المواطنين وجعلت نهارهم صعبا جدا من بتواجدها منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة حي الإرسال. هذه العملية على ما يبدو أن الهدف أو ما يعني بنهايتها بدا الهدف واضحا، مصادرة أجهزة تشريط المراقبة للكاميرات المحلية الموجودة في المؤسسات والشركات الموجودة في تلك المنطقة في محاولة الوصول لأي دليل على منفذي عملية عفرة بالأمس. اقتحموا أكثر من مكتب، منها وكالة وفا للأنباء وهي الوكالة الرسمية، وهذا طبعا يعني كان له أثر كبير خصوصا أنها الوكالة الرسمية، وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. أيضا اقتحموا مكتب للنواب مجلس التشريع في عمارة يعني عمارة قريبة من وكالة الأنباء الفلسطينية، وضعوا حاجزا عسكريا وسط مدينة رام الله، وأثناء انسحابهم أيضا قاموا بضرب سيارة فلسطينية في الطريق بشكل متعمد بحسب شهود عيان. قاموا يعني بضرب السيارة بأحد الجبات العسكرية خلال عملية الانسحاب، إضافة طبعا إلى إطلاقهم وابل كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء انسحابهم من مدينة رام الله، مما تسبب بحالات اختناق كبيرة في وسط المواطنين. كان هناك حوالي 26 إصابة بالاختناق، هناك إصابات بالرصاص المعدني المخلص بالمطاط، وهناك أيضا إصابات بالرصاص الحي في أكثر من يعني إصابات بالرصاص الحي في أكثر من جزء من الأجسام المواطنين المتواجدين والذين حاولوا فعليا التصدي لقوات الاحتلال. يعني مدينة رام الله منذ ساعات الصباح شهدت مواجهات في أكثر من موقع، في منطقة الإرسال، في منطقة البالوع، كان الشبان يحاولون التصدي لقوات الاحتلال ومحاولة إخراجها من المكان، لكن الجيش بقي هناك في حالة استفزاز للمواطنين وتحديدا في هذه المنطقة الحيوية والقريبة من عدة مؤسسات سواء سياسية أو تجارية في وسط مدينة رام الله. والآن انسحبوا لنرى ماذا قد تحمله هذه الليلة، ساعات هذه الليل، خصوصا أنهم في كل ليلة سواء بعملية أو بدون عملية يشنون عملية اقتحام ومداهمات واعتقالات للفلسطينيين. هذه الليلة طالت حوالي 20 فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة الغربية، لكنها حتى هذه اللحظة لم تشهد إسرائيل إلى أنها توصلت إلى خيط ولو بسيط لمنفذي عملية عفرة، أو يعني حتى للشرف نعال والتي قالت بعض مصادرها أنها تتهمه بالمسؤولية عن هذه العملية، لكنهم ليسوا متأكدين، لكن وجهوا له أصابع الاتهام. نعم نسرين، هل من ردود فعل فلسطينية رسمية على هذا الاقتحام اليوم؟ طبعا كان هناك إدانات من نقيب الصحفيين الفلسطينيين لاقتحام مكتب وكالة وفا،
خصوصا انها وكاله الانباء الرسميه كما اشرت ادان هذه العمليه وقال انها اعتداء جديد على صحفيين فلسطينيين، خصوصا انه كان في ساعات ليله امس ايضا اعتقال لصحفيين فلسطينيين من مدينه رام الله ومن طول كرم، وهذا الاعتداء جزء من متواصل من اعتداءات الاحتلال على يعني على الصحفيين، وكان في هناك بيان لنقابه الصحفيين ضد هذا الاعتداء وضد قيام كما افادت يعني مديره وكاله الانباء الفلسطينيه وفا عن اطلاق قنابل داخل مكاتب وفا وايضا احتجازهم للطواقم هناك وتفتيشهم وتدقيقهم في هوياتهم. هذا يعني كان هنا هذا التنديد من نقابه الصحفيين ومن مديره وكاله الانباء الرسميه وطبعا من المسؤولين الفلسطينيين. اكثر من مسؤول ادان هذه العمليه واعتبرها اهانه للفلسطينيين ومحاوله يعني لتركيعهم واذلالهم وايصال رساله بان اسرائيل تستطيع الوصول الى اي مؤسسه فلسطينيه، ويعني كان هذا واضحا من خلال تواجدهم في هذه المنطقة من رام الله تحديدا، وهي قريبة من مقر الرئاسة الفلسطينية، قريبة من بيت الرئيس الفلسطيني، اقتحامهم لمكاتب النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني. كل هذه رسالة إسرائيلية تريد أن توصل فيها أنها صاحبة قوة، لكن يبدو على أنها عندما فشلت قامت بضرب سيارة أحد المواطنين الذين يمرون في المكان كيعني تعبير عن فشلها حتى في الوصول إلى طرف خيط إلى منفذي هذه العملية. نعم نسرين سلمي مراسلة الميادين، ابقي معنا لو سمحتي ولكن نتابع هذا التقرير سويا مع السادة المشاهدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم واعتقالات في عدد من المناطق شرق رام الله إذن وشمالها، واعتقلت خلالها أكثر من 25 فلسطينيا، فيما اعتدى المستوطنون بالحجارة على المركبات الفلسطينية وعمدوا إلى تحطيم زجاجها عند عبورها قرب حاجز بيت إيل شمال البير. حملة مداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية وتركزت في معظمها في مدينة رام الله وقراها. أكثر من 20 فلسطينيا اعتقلوا، فيما واصل جنود الاحتلال حملتهم بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار على مستوطنة عفرة. بلدة سلواد إلى الشرق من رام الله كان لها نصيبها من الاقتحامات التي طاولت بعض منازل المواطنين ومحلهم التجارية، وصودرت كاميرات للمراقبة المحلية، كما هي الحال في بلدة بيرزيت وسردة وحي الإرسال في رام الله. تفاجأنا بقوات كبيرة من الجيش اقتحموا البيت، طبعا كان معهم معدات كبيرة يعني على أساس موضوع فتحوا كل الأبواب بالقوة. وبينما طالب قادة المستوطنين في الضفة الغربية جيشهم بالرد على عملية عفرة وشن حملات ضد الفلسطينيين، حمل قادة من الفصائل والقوى الفلسطينية إسرائيل مسؤولية مثل هذه العمليات بسبب استمرار الاحتلال واعتداءاته على الفلسطينيين. يجب أن يفهموا أن المقاومة موجودة بسبب وجود الاستيطان وبسبب وجود الاحتلال وبسبب وجود الظلم ونظام الأبرتايد العنصري. هذه التهديدات لن تخيفنا كفلسطينيين ولن تؤثر في عزمنا ولا عزيمتنا. الشعب الفلسطيني يعبر كل يوم عبر شتى أشكال المقاومة بما فيها هذه العملية الأخيرة بأن ضرب المقاومة هو الضرب الذي يؤمن به الشعب الفلسطيني. عملية عفرة التي أدت إلى 7 إصابات في صفوف المستوطنين تعد الثانية التي لم تتمكن فيها قوات الاحتلال من اعتقال المنفذ بعد عملية بركان ومنفذها أشرف نعالوي. رسالة عملية عفرة وغيرها من عمليات المقاومة الفلسطينية واضحة بأنه لن يكون هناك هدوء أو سلام طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثما على أرضهم يسلبهم حريتهم ووطنهم. نسر سلمي، رام الله، الميادين. نبقى في رام الله حيث ينضم إلينا الآن نقيب الصحفيين الأستاذ ناصر أبو بكر. مساء الخير وأهلا بك عبر شاشة الميادين. أتمنى منكم تعليقا أوليا على هذا الاقتحام الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على وكالة وفا للأنباء الرسمية في فلسطين. أنا الآن أتواجد في مقر وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. ما جرى هو جريمة كبيرة في حق الإعلام الفلسطيني واعتداء خطير
بحق كل وسائل الإعلام الفلسطينية وخاصة بحق موظفي وكالة وفا وصحفي وكالة وفا. ما تم هو جريمة، حيث استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الوكالة لإطلاق النار من داخل الوكالة على المتظاهرين الغاضبين على هذا الاقتحام الاحتلالي بالمدينة، وأيضا أطلقت قنابل صوت وقنابل غازية داخل مقر الوكالة، وصادرت وسجل تسجيلات لمصوري وكالة الأنباء الفلسطينية وهي تعمل مالتي ميديا أي فيديو وفوتوغراف، وصادرت هذه الصور قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا احتجزت طاقم الوكالة في غرفة واحدة ومنعتهم من الحركة. وهذا اعتداء خطير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن سنتابع هذه القضية بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدولي لكي لا يفلت مرتكبي هذه الجريمة من العقاب وكل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد الصحفيين الفلسطينيين. نحن نستند إلى القانون الدولي الذي يقول حسب 4 2 للأمم المتحدة أنه يجب أن لا يفلت مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب، وبالتالي على المجتمع الدولي الذي أقر هذا القرار أن يعاقب مرتكبي أفظع الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين. منذ عام 2000 وحتى هذه اللحظة استشهد أكثر من 46 صحفي فلسطيني، ومنذ عام 2014 أيضا 26 صحفي، وأكثر من 3000 إصابة بصفوف الصحفيين الفلسطينيين وانتهاكات واعتداءات وإغلاق محطات وقصف محطات. وبالتالي هذه جرائم غير مسبوقة في العالم. على العالم الذي أقر هذه القوانين وهذه الأنظمة وهذه التشريعات أن يحاسب المجرمين على جرائمهم. رئيس حكومة الاحتلال الآن هو وزير الحرب الإسرائيلي، وبالتالي يريد أن يستعرض مزيد من الجرائم بحق الإعلام الفلسطيني. هو قال إذا نعتذر عن انقطاع الاتصال مع الأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين. نعود إلى سياق النشرة، حيث تحت هاشتاج عملية عفرة زف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي العملية الفدائية للمقاومة الفلسطينية. التغريدات تنوعت بين الإشادة بالمقاومين والسخرية من الاحتلال. بسان طرف، أهلا بكم. لا شك في أن عملية عفرة البطولية هزت الكيان الإسرائيلي وأرعبته، وفي المقابل أثلجت قلوب الفلسطينيين وكل ما يؤمن بأن لا عقيدة في زمن التطبيع والخنوع إلا الحرية، ولا بوصلة إلا فلسطين. إذن زف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي العملية الفدائية، وتنوعت التغريدات بين الإشادة بقدرة المقاومة الفلسطينية وبين السخرية من الاحتلال تحت هاشتاج عملية عفرة. عملية عفرة حطمت أسطورة التفوق الإسرائيلي مع فدائيها انهزم العدو، يقول الناشط محمود مصطفى مرداوي معلقا على فيسبوك: عملية عفرة والمؤشرات الهجومية من حزب الله في الشمال تدل على أن مشروع المقاومة ملء السمع والبصر إلا لمن صم آذانه وأغمض عينيه. يوسف خليل غرد من جهته: أما نحن فلا يسقط حقنا ولا نجرد من أرضنا ولا تدور الدائرة علينا ولا نستسلم أبدا، ننتصر أو نموت، هذا قول الفلسطيني يصدقه فعله. مهند سامي من غزة نشر صورة لأشرف عالوي مغردا: يا صديقي، أرضنا ليست بعاقر، وكل أرض لها ميلادها، كل فجر له موعد ثائر. من اليمن بارك الناشط عبد الباسط الشرفي العملية البطولية مغردا: هذه الضربات القوية ستربك العدو وتجعله يتراجع وينهزم، بوركت الأيادي. محمود كتب من جهته: وضفتنا قد وقفت، أعز الله من وقفت. الحاج راديكال من لبنان غرد: بين كفركلة ورام الله روح تقاتل، والأنفاق وغيرها تفاصيل على هامش الحب والثورة تحت هاشتاج عملية عفرة نموذج. وفي رسالة إلى منفذي العملية كتب عماد من لبنان: إن كنتم تبالون بتصفح ما نكتبه نحن المترفون على صفحات الزرق، شكرا لكل هذا الفرح، يا ليتني كنت طلقة في سلاحكم تخرق أجسادهم، حفظكم الله بعينه التي لا تنام.
نعود إذن إلى ضيفنا الكريم الأستاذ ناصر أبو بكر وهو نقيب الصحفيين الفلسطينيين. أعود إليك أستاذ أبو بكر. كنا نتابع مع السادة المشاهدين تقرير عن ردود الفعل على عملية عفرة. برأيك هل ما حدث اليوم من اقتحامات لرام الله وبالتحديد لوكالة وفا، هل هذا من تداعيات هذه العملية أو من رد فعل إسرائيل على هذه العملية؟ وما هي الرسالة التي تريد إسرائيل إيصالها من خلال اقتحام هذه الوكالة واقتحام هذا الشارع بالتحديد في رام الله؟ أولا، شارع الإرسال الذي تقع فيه وكالة الأنباء الفلسطينية فهو الشارع الرئيسي في المدينة، وهو شارع مكتظ دائما، ويتفرع منه طرق إلى كل مدن الضفة الغربية، وبالتالي هو عصب يربط رام الله في كل مدن الضفة الغربية، إضافة إلى أنه يربط قرى رام الله أيضا بمحافظة رام الله ومدينة رام الله. هذا الاقتحام يأتي كما قلت بعد إعلان حكومة الاحتلال في 15/2/2016 أننا سنشن حرب واسعة ضد الإعلام الفلسطيني. منذ ذلك الحين نرى عدد الانتهاكات والجرائم بحق الإعلام الفلسطيني بشكل متصاعد، ونوعية هذه الانتهاكات غير مسبوقة وخطيرة جدا، وبالتالي هناك قرار لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة الحد من دور الإعلام الفلسطيني. الإعلام الفلسطيني لديه قدرات ومستوى عالي جدا بسبب الظروف التي نعيشها، أصبح لدينا صحفيين متمرسين قادرين مهنيين بأعلى المستويات، استطاعوا أن يوصلوا رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم أجمع، واستطاعوا أن ينافسوا رواية الكذب والتضليل والتزوير للحقيقة وللتاريخ وللرأي العام التي تقوم بها وسائل الإعلام الإسرائيلية لتشويه سمعة الشعب الفلسطيني وتبييض صورة الاحتلال. تريد إلى أن تبقى متحكمة بالرواية ولا تريد لأحد أن ينافسها بروايتها التي استمرت عشرات السنين. لكن نقول أن الإعلام الفلسطيني سيستمر برسالته الوطنية المهنية من أجل فلسطين، وكل الانتهاكات والجرائم لم تمنع، والثمن الباهظ الذي دفعه الصحفيون من دمائهم وعرقهم وشبابهم وزهرة شبابهم لن يمنع الصحفيين الفلسطينيين مهما ارتكبوا من جرائم أن يواصلوا رسالتهم المهنية. وأيضا سيأتي اليوم القريب الذي يحاسب مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم، ولن يفلتوا من العقاب مهما حاولوا ومهما قاموا بأفعال، لن يفلتوا من هذا من العقاب. العالم أجمع معنا، وكل النقابات الصحفية بالعالم بالإجماع مع فلسطين، وكل وسائل الإعلام والصحفيين الذين يؤيدون الحرية وحرية الرأي والتعبير هم معنا، وبالتالي سنواصل أداء رسالتنا المهنية الوطنية مهما ارتكبوا من جرائم ومهما يعني حاولوا إيقاع الخسائر في صفوف الصحفيين الفلسطينيين. هذا أحد الصحفيين الفلسطينيين، والحركة الصحفية الفلسطينية منذ أزل التاريخ ومنذ بدايتها لم تكن إلا جزءا أصيلا وأساسيا من الحركة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي نعرف دورنا جيدا، ويعرف الصحفيين دورهم المهني جيدا، وسنواصل رسالتنا حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين إن شاء الله. نعم، الأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسلة الميادين نسرين السلمي وهي معنا أيضا من رام الله. نسرين، هل يمكن القول أن عملية الاقتحام الإسرائيلي انتهت لهذه الليلة؟ وكيف تبدو شوارع رام الله الآن؟ يعني حسب ما وصلني من مصادر معلومات وشهود عيان متواجدين في المكان وحتى مصور الميادين الموجود هناك أيضا، أن قوات الاحتلال فعلا انسحبت من منطقة الإرسال بشكل نهائي، وانسحبت أيضا من حي البالوع. طبعا الشوارع يعني بدت في حالة حرب الحجارة، الشوارع ملأة بحجارة الشبان الذين رشق قوات الاحتلال بها أثناء انسحابها وقبل انسحابها أيضا أثناء تواجدهم تحديدا في الدوار المعروف بدوار البست إيست، وهو نهاية شارع الإرسال باتجاه الشمال أي قبل الوصول إلى بلدتي سردة وبير زيت. هناك المنطقة يعني بدت كأنها ساحة حرب للحجارة، لكنهم انسحبوا وخرجوا من المكان، وهذا يعني على الأقل يريح الشباب الفلسطيني ويريح سكان الحي الذين عانوا منذ ساعات الصباح بسبب الغاز، إطلاق الغاز بكميات كبيرة باتجاههم وهي أحياء سكنية كما قلت. هذا على الأقل يعطيهم فرصة لنرى ماذا ستحمله الساعات المقبلة. إذا ما كان
سيكون هناك تجديد لهذه الحملة، لكن يبدو أن إسرائيل كانت يعني استطاعت أن تجمع مجموعة كبيرة من أشرطة التسجيل من كافة المؤسسات هناك. لا ندري إذا سيكون لديها دليل أو طرف خيط للوصول إلى المنفذ، لكن هذا لا يبدو حتى هذه اللحظة. إسرائيل نفسها لا تتحدث عن هذا الموضوع، يعني منذ ساعات الصباح لم نسمع أي شيء عن هذه العملية سوى أنها عملية غير معروفة الأهداف وغير واضحة. البعض اعتبرها حتى أنها فقط رسالة إلى اليمين المتطرف في إسرائيل بسبب الانتقادات تحديدا من قادة المستوطنين بسبب فشل إسرائيل بالوصول إلى أشرف نعالوة وأيضا منفذ عملية الباص قبل فترة. هم يريدون أن يثبتوا أنهم يقومون بعملهم ويحاولون الوصول، يريدون إيصال هذه الرسالة إلى اليمين وإلى المستوطنين تحديدا بأنهم يقومون بدورهم. نعم نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أشاد حزب الله بالعملية التي نفذها مجاهدون فلسطينيون عند مفترق مستوطنة عفرة، وفي بيان له رأى حزب الله في العملية تأكيدا إضافيا لتصميم الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه ورسالة إلى كل المستوطنين بأنه لا أمان لهم فوق أرض فلسطين وأن البيوت والحقول التي اغتصبوها ستبقى فلسطينية للأبد. وصف عضو مجلس القائمة العربية المشتركة رجاء زعاترة حكومة بنيامين نتنياهو بالفاسدة، ورد على اتهام نتنياهو إياه بالانتماء إلى حماس وحزب الله، بالتأكيد أن الخطر الحقيقي على إسرائيل ليس بلدية حيفا بل في شارع بلفور بالقدس حيث مقر إقامة نتنياهو، مفترضا أنه عندما سيصبح نائبا لرئيس بلدية حيفا فإن نتنياهو سيكون في السجن. رئيس مركز إيميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية عصام مخول قال للميادين أن محاولة اليمين الإسرائيلي شيطنة رجاء زعاترة هو بسبب رفضه وصف حزب الله وحركة حماس بالإرهاب وأنه مع المقاومة في لبنان وفلسطين. ومحاولة شيطنته من خلال البحث في الملفات والأرشيفات وإظهار صور لرجاء زعاتري يرفع العلم الفلسطيني ويطالب أو يتظاهر ضد التهديدات للعدوان على المقاومة اللبنانية وعلى حزب الله، ورفضه أن اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، ورفضه أن يقبل اللغة التي يتحدث بها الإسرائيليون أن حماس هو تنظيم إرهابي وما إلى ذلك. إلى شمال غزة حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز على المشاركين في المسير البحري، وقد شارك المئات في المسير 19 على الحدود الشمالية للقطاع استجابة لدعوة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية لمسيرة العودة. محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توظيف عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان لمصلحته قابلتها تحذيرات أطلقها مسؤولون ومحللون لعدم تضخيم ما يحدث كي لا تجد إسرائيل نفسها في وضع غير محسوب النتائج. هذا تقرير للزميلة منال إسماعيل. الصخب الإعلامي الذي يثيره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعملية جيش الاحتلال الإسرائيلي درع شمالي على الحدود مع لبنان قابلها تساؤلات كثيرة في إسرائيل عن سر صمت حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله حتى الآن، وعن سخرية اللبنانيين من العملية الإسرائيلية على حدودهم. حزب الله لم يرد على قضية الأنفاق، لكنه يصور قوات الجيش الإسرائيلي العاملة خلف الحدود وعن قرب للقول إن إسرائيل في هستيريا. أما في الجانب اللبناني فالوضع هادئ ويتجاهلون كليا الأنفاق. وبموازاة الترقب الإسرائيلي لموقف حزب الله، استمرت الانتقادات الموجهة لنتنياهو وتوقيت عملية الجيش الإسرائيلي وجوهرها. نتنياهو اختلق دراما في الشمال غير موجودة لتبريره تأجيل الانتخابات، وتصريحات وزرائه وتهديداتهم لحزب الله ولبنان غير مسؤولة وخطرة، ويمكن أن تؤدي إلى فهم خاطئ وتضر بالردع. ما يحدث في الشمال ليس عملية عسكرية، إنما عملية هندسية داخل الأراضي الإسرائيلية. تحذيرات ليفني تقاطعت مع تقديرات المحللين الذين دعوا إلى أخذ قدرات حزب الله في الحسبان قبل الإقدام على أي خطوة غير محسوبة النتائج. حزب الله قوة عسكرية منظمة بنى نظرية قتالية إبداعية للتغلب على التفوق الإسرائيلي،
والحرب معه ليست كحرب الولايات المتحدة في أفغانستان. يجب أن نتعامل مع أعدائنا كجيوش وليس كمنظمات إرهابية. حزب الله في الشمال هو جيش بكل ما للكلمة من معنى، وهذا ما يجب أن نفهمه. وعلى وقع التحذيرات والانتقادات، أشار مراقبون إلى أن إسرائيل تعمل على استثمار قضية الأنفاق لهدفين: تزخيم المعركة الإعلامية ضد حزب الله على الساحة الدولية، وتسريع أشغال بناء جدار جديد في النقاط موضع الخلاف مع لبنان في منطقة المنارة، مسقف عام وشرق رأس الناقورة، التي تسير ببطء حتى الآن بسبب الخشية من رد شديد من قبل حزب الله. فضيحة من بات يعرف برشاشات الماج، كيف تعاملت معها إسرائيل وكيف رد حزب الله؟ التفاصيل في العرض التالي للزميل أحمد عبد الله. أهلا بكم. أين اختفى سلاح الماج؟ من سرقه؟ وماذا لو ظهر السلاح المسروق في غفلة عن أجهزة المراقبة والرصد الإسرائيلية المستنفرة منذ أسبوع على الحدود مع لبنان بأقصى الدرجات العسكرية؟ أسئلة شغلت الأوساط الإسرائيلية في اليومين الماضيين من دون تقديم إجابات شافية. لم يكن أمام الجيش الإسرائيلي سوى الإقرار بسرقة قطعتي سلاح رشاش من نوع ماج من وحدات كانت مكلفة أساسا بتعزيز القوة التي تحمي عملية اكتشاف أنفاق حزب الله المزعومة، وهو ما لم يتنبه له الجنود إلا بعد مرور ساعات عدة على الحادثة. بالفشل الخطر والفضيحة وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الحادثة لتتوالى تباعا تفاصيل هذه السابقة في إطار الحرب النفسية التي تعيشها إسرائيل. من قام بهذه العملية؟ سرعان ما توجهت الأنظار إلى حزب الله الذي لم يعلق، بل قام بدلا من ذلك ببث عبر الإعلام الحربي التابع له صورة لجنديين إسرائيليين من الخلف وهما يديران وجههما صوب الحدود اللبنانية. هي حرب الصورة اختار حزب الله للرد على إسرائيل. تقول المشاهد إن البحث عن الأنفاق لا يجدي، وأن حزب الله قادر على استهداف الجنود أو خطفهم، وهو موجود ما وراء الحدود بوجود أنفاق ومن دونها، لكنه في الوقت نفسه لا يسعى للحرب. وفيما يقابل الهستيريا على المقلب الإسرائيلي جراء نشر هذه الصورة التي وصفت بالخرق الأمني الخطر، تحولت الحادثة إلى فرصة ليتندر بها مغردون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي. سرعان ما تصدر هاشتاغ تعو نضحك على إسرائيل المواضيع الأكثر تداولا، وكان أكثر النكات رواجا ما تناقله كثيرون عن قول الإسرائيليين رجعوا لنا الماج ليأتي الجواب الموضوع صار عند السيد. وفيما قالت مغردة إن الرشاشات باتت في جناح جديد بمعلم مليتا، أوصل بعض على سبيل النكتة بعرض ماج عدد 2 للبيع على موقع OLX. قال مصدر مطلع للميادين أن وفد حكومة صنعاء رفض مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة وقدم ملاحظات على بنوده، وكان مارتن جريفيث قد قدم مقترحا من 13 بندا تتمحور حول التهدئة ووقف إطلاق النار في جبهات المحافظة وتسليم مينائي الحديدة والصليف وانسحاب الأطراف المسلحين من المدينة. وزير الخارجية في حكومة هادي خالد اليماني أعلن رفض حكومته إشرافا دائما للأمم المتحدة على ميناء الحديدة. اليماني أشار إلى أن حكومته تقبل فقط وجودا مؤقتا للأمم المتحدة في الميناء، مؤكدا أن السيطرة على الميناء يجب أن تكون بيد حكومة هادي. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث اقترح اتفاقا إذن لوقف إطلاق النار في مدينة تعز، وتضمنت مسودة الاتفاق مرحلتين، الأولى تتضمن إعادة فتح الطرق والمعابر والممرات المؤدية من محافظة تعز وإليها وفتح المطار، وتشمل المرحلة الثانية فتح المعبر الغربي إلى محافظة الحديدة بالتزامن مع فتح المعبر الشرقي. أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مواصلة الجهود للنهوض بالبلاد على أساس المواطنة والأعمار، وشدد في كلمة له في الذكرى السنوية الأولى للانتصار على داعش على أولوية عودة النازحين. ورسالتنا واضحة لإخوتنا وجيراننا في محيطنا العربي والإقليمي بأن أمننا واحد ومصيرنا واحد، ولا بديل عن التعاون، ولن نسمح أن يكون العراق
ممرا أو مقرا للإرهاب أو الاعتداء على أي دولة أخرى، وإن الالتزام بالدستور والآليات الديمقراطية هو السبيل الوحيد للعمل السياسي. النصر النهائي الذي نصب إليه هو تحقيق طموحات وتطلعات شعبنا في الاستقرار والبناء والإعمار والتخلص من البطالة ومن مظاهر الفساد الذي كان وما يزال يمثل وجهاً آخر من أوجه الخراب والإرهاب. وما لم ننتصر على الفساد فسيبقى نصرنا منقوصاً. بدوره أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس أن الحشد لا يزال يتابع تحركات داعش. المهندس وفي كلمة ألقاها في ذكرى الانتصار على داعش طلب بأن تخصص الحكومة موازنة لمساواة أبناء الحشد بأفراد القوات المسلحة. لقد طوينا صفحة داعش العسكرية وحفظنا وحدة العراق شعبا وترابا، ونحن نتحدث عن النصر لم نغفل ولن نغفل في الحشد الشعبي وفي باقي قواتنا المسلحة عن الخطر الأمني الذي تمثله داعش ومن يسندها. لازمنا نمسك السواتر والحدود ونتابع يوميا تحركات العدو في كل مكان، ونقوم ومنذ إعلان النصر في العام الماضي بعمليات أمنية وعسكرية محدودة لمواجهة بقايا داعش. وفي الجانب السوري، وبعد 4 أشهر على إطلاق عملية طرد داعش من شرق الفرات، حققت قوات سوريا الديمقراطية تقدما كبيرا ضد التنظيم، وقد تمكنت من دخول مدينة هجين بغطاء جوي للتحالف المدعوم من أمريكا. هذا تقرير للزميل محمد الخضر. مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يسيطرون على بقايا المشفى الوطني وحيي سنبل وحوامة داخل هجين في ريف دير الزور الشرقي. اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش في جيبه الأخير شرقي الفرات. قتال في بيئة مكشوفة أمن طيران التحالف فيه للمهاجمين التقدم في مواجهة مسلحين لا مجال أمامهم إلا القتال. قد يكون تم اتخاذ القرار بانتهاء داعش من المنطقة، قد يكون تم هذا القرار، لكن لن يكون بالسرعة المأمولة أو كما نتوقع نحن. هي مناطق مكشوفة جغرافيا، مساحات واسعة ومكشوفة جغرافيا، لا يوجد فيها سلاسل جبلية أو مغاور أو إلى آخره أو مناطق صخرية، لا هي مناطق مكشوفة أكثرها مناطق زراعية. جيب داعش لا تزيد مساحته على 400 كيلومتر مربع، تتناقص مساحته يوميا. فتحت قصد محاور قتالية لتشتيت جهد 2000 مسلح من داعش، لكن القضاء الكلي على التنظيم لا يبدو محسوما لاعتبارات أمريكية بالدرجة الأولى، اعتبارات جعلت واشنطن تربط وجودها في سوريا بالقضاء على التنظيم. أنهم لا يريدون أن تنتهي داعش، لو يحاربونهم داعش كان انتهت داعش نتيجة، لكن هم يحاربوننا نحن. هم يحاربون الآن، هم وضعوا هذه المعضلتين أو هذه المسألتين أمام مواجهة بعض فقط لتأجيج الصراع في هذه المنطقة. وسط جحيم تلك المعارك يحتجز داعش أكثر من 40,000 مدني، مئات منهم استشهدوا جراء غارات التحالف خلال 4 أشهر من الحرب، فيما تمكن مئات آخرون من مغادرة منطقة سيطرة التنظيم. التطورات على الأرض تشير إلى هزيمة قريبة لتنظيم داعش في أكبر جيوبه شرقي الفرات، لكن الحسابات السياسية وبالأخص الأمريكية تفرض انتظارا لمعرفة مصير مئات مسلحي التنظيم وإمكانية استثمارهم في جيوب جغرافية أخرى. محمد الخضر، دمشق، الميادين. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا. من جديد أهلا ومرحبا بكم. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل التصويت على اتفاق البريكزيت في مجلس العموم الذي كان مقررا غدا، وقالت ماي إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي المزيد من الضمانات بشأن الحدود مع إيرلندا الشمالية.
منذ 3 أيام ونحن نشهد سجالا بشأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ووضع شروط الخروج منه والعلاقة المستقبلية معه بعد خروجنا منها. لقد استمعت جيدا لكل ما قاله في هذا المجلس وفي خارجه كل الأطراف. من الواضح أن هناك دعما واضحا للكثير من نواحي الاتفاق، ولكن في النتيجة لو أجرينا التصويت غدا لكنا سنشهد رفضا للاتفاق، لذلك سنؤجل التصويت من أجل عدم تقسيم المجلس في الوقت الحالي. أجازت محكمة العدل الأوروبية إمكانية اتخاذ بريطانيا قرارا من جانب واحد بالعدول على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. بيان المحكمة أكد أن الحكومة البريطانية يمكنها سحب إشعار الخروج الرسمي بتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي من دون جزاء، مشيرا إلى أن عدول المملكة المتحدة عن القرار يعني بقائها في الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد نفسها. وينضم إلينا من لندن مراسل الميادين موسى سرور. موسى أهلا بك. يعني بعد خطاب وزيرة أو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وإقرارها بأن التصويت لن يكون لصالح البريكزيت لو تم التصويت اليوم، ما هو مصير البريكزيت؟ يعني بات واضحا أن رئيسة الوزراء وحكومتها تعيش في حالة تخبط وفوضى بعد أن تيقنت أن خطتها ستفشل وستلقى هزيمة في البرلمان، خصوصا من نواب حزبها. أكثر من 100 نائب من حزب المحافظين من حزب سيصوتون ضد خطة زعيمة الحزب. هذا الأمر ربما لم يشهد حزب المحافظين مثل هذه السابقة. رئيسة الوزراء ربما إذا كان سيصوت البرلمان غدا على خطتها قد تلقى يعني ربما قد تقدم على استقالتها، أو ربما سنشهد انتخابات برلمانية مبكرة. ربما أعطت لنفسها فرصة لي كما تقول أنها ستذهب إلى البروكسل للحصول على المزيد من الضمانات حول مسألة الحدود مع إيرلندا، جمهورية إيرلندا. هناك دعوات من حزب العمال، تحديدا زعيم الحزب جيرمي كوربن دعاها إلى أن تتنحى، أن تتنازل عن السلطة وتترك جانبا، يعني تعطي لمن يستطيع التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ليفاوض ويحصل على اتفاق لمصلحة البريطانية. هناك كان من المتوقع أيضا غدا أن تشهد البلاد تظاهرات ضخمة، هناك دعوات لارتداء السترات الصفراء كما حصل في باريس لإسقاط رئيسة الوزراء. البلاد بريطانيا وتحديدا هنا العاصمة تشهد حالة من الغليان. هناك يعني لا أحد يعرف مصير البريكزيت، هل ستشهد البلاد استفتاء ثانيا أم أنها سنشهد انتخابات برلمانية مبكرة. هذا الأمر كله يتوقف على مدى يعني رئيسة الوزراء ومدى استجابة رئيسة الوزراء لمطالب سواء من حزبها أو من المعارضة. نعم موسى سرور مراسل الميادين كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. قال وزير العدل التركي أن الرياضة لم تقدم الدعم اللازم في قضية قتل خاشقجي والتزمت الصمت إزاء مطالب أنقرة. بدوره قال مسؤول الاتصالات في الرئاسة التركية أن تحقيق العدالة في قضية خاشقجي بموجب القانون الدولي هي في مصلحة المجتمع الدولي. وكانت محطة CNN الأمريكية قد أعلنت عن حصولها على ترجمة تسجيلات لآخر لحظات خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول ولكيفية قتله. إلى الإعلام الأمريكي انتقلت تسريبات عملية قتل جمال خاشقجي هذه المرة. شبكة CNN حصلت على ما سمته نصا مكتوبا لما تضمنه التسجيل الصوتي للحظات الأخيرة للصحفي السعودي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 3 مرات قال خاشقجي لقاتليه: لا أستطيع التنفس، بعد مهاجمتهم له فور دخوله القنصلية. لم تثنهم هذه الكلمات عن فعلتهم، بل قطعوا الرجل بالمنشار مع نصيحة الطبيب الشرعي السعودي محمد الطبيقي الذي سمع صوته بالتسجيلات لمعاونيه: ضعوا سماعاتكم أو استمعوا إلى الموسيقى مثلي.
في هذه الأثناء كان أحد المشاركين يتولى إبلاغ إحدى الجهات بما يحصل لحظة بلحظة. إنه صوت ماهر المترب بحسب الاستخبارات التركية، حيث أجرى اتصالات ثلاثة تقول السلطات التركية إن وجهتها الرياض. ومع الرياض لم يقطع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر اتصالاته بالرغم من كل ما أثير حول قضية خاشقجي. فبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن كوشنر تواصل مع ابن سلمان بشكل غير رسمي وعلى نحو مستمر، ونصحه بحل مشاكله في المنطقة لتهدئة عاصفة خاشقجي. خطوات كوشنر لم تعجب الصحيفة، فدعت قيادات الحزب الديمقراطي الأمريكي للتحقيق في العلاقة بين صهر الرئيس وابن سلمان. واتهام ابن سلمان بقتل خاشقجي جاء هذه المرة على لسان مارك روبيو. السيناتور الجمهوري قال بوضوح: لا نحتاج إلى دليل مباشر على أن ابن سلمان أمر بتنفيذ العملية، داعيا إلى ضرورة المحاسبة. بالرغم من أهمية التحالف مع السعودية، فأمريكا لا يمكن أن تدعم أو تتساهل مع جرائم كهذه. وما لم يقله روبيو جاء على لسان السيناتور الجمهوري لينسي غراهام، حيث كشف أنه ليس هناك شك لدى أي سيناتور حضر إحاطة مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل بتورط ابن سلمان في قتل خاشقجي. واستذكر غراهام أيضا احتجاز السعودية رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، معتبرا إياه أكثر مشهد غرابة رآه منذ 20 عاما. على هذا الأساس أعلن غراهام أنه ضد فكرة بناء علاقة مع نظام مجرم ومع سفاح مثل محمد بن سلمان لحماية أمريكا من إيران. منذر سليمان مدير مكتب الميادين في الولايات المتحدة هو الآن معنا من واشنطن. منذر أهلا بك. يعني لا تزال تداعيات قضية خاشقجي تطارد إذا صح التعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى صهره. الآن هناك مطالبات ربما للتحقيق بطبيعة علاقة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره بمحمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان. تفاصيل هذا المشهد لديك لو سمحت. يعني لا شك أن موضوع كوشنر كان دائما يعني يتراوح بين أن يكون هو الموضوع الأساسي في الإعلام أو موضوع في الخلفية، ولكن واضح تركيز الواشنطن تايمز بشكل واسع على العلاقات الشخصية وعلى الاتصالات المتمادية التي تمت، وخاصة قبل يعني مقتل خاشقجي وبعد مقتل خاشقجي. طبعا تطرح ضغوط إضافية بضرورة إجراء نوع من التدقيق في هذا الأمر، وأعضاء الحزب الديمقراطي سيكون بمقدورهم عندما يستلم الكونغرس في العام القادم سيكون بمقدورهم طلب استدعاء شهادة من كوشنر. ربما تكون أحيانا هذه الجلسات علنية وربما تكون سرية، ولكن في كل الأحوال سيكون هناك متابعة وتدقيق، لأنه هناك أمر: هل أن كوشنر باتصالاته هو يعتمد القنوات الدبلوماسية في مهمة جزء من مهماته، أم أنها لأسباب شخصية تتعلق بسبب العلاقة السابقة قبل مجيئه إلى البيت الأبيض مع طبعا الرئيس ترامب؟ لذلك هذا الأمر بالتأكيد سيخضع للمزيد والمزيد من التدقيق. أما بالنسبة لترامب نفسه، يعني يتراجع في الإعلام الحديث أكثر عن التحقيقات التي تجري ليس في قضية خاشقجي. يعني مسؤولية ترامب في التغطية هذا الأمر يتم انتقاده، ولكن يتم التركيز على أمور أخرى ناتجة عن تحقيقات مولر وعن الإدانات التي يقدمها. نجد إشارات إضافية جديدة من قبل أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي، خاصة من الذين سيتولون رئاسة لجنة الاستخبارات أو اللجنة القضائية، يقولون بأنه قد يكون هناك تتجمع حقائق من التحقيقات والإدانات قد تفيد بإمكانية البدء بتحضير ملف عزل ترامب، ولكن هم لا يتحدثون عن البدء في هذه الإجراءات الآن. لا، بل أن هناك تم تفسير تصريح لمن سيكون رئيس الاستخبارات بأن الرئيس قد يتعرض للسجن، ولكن هو قال قد يتعرض الرئيس للسجن إذا أقدمت وزارة العدل بعد مغادرته البيت الأبيض
على محاكمته حول الانتهاكات التي سيبينها مولر، وليس لها علاقة في موضوع العزل، هي علاقة بأنه بعد أن يخرج من دائرة المسؤولية كرئيس يمكن متابعته وملاحقته، وبالتالي يمكن أن تصدر أحكام بالسجن لديه. أما موضوع فتح ملف العزل فهذا الأمر لم يكتمل بعد لدى الحزب الديمقراطي، ولكن هناك إشارات قوية تقول بهذا التوجه، يعني نعم. قد يكون هذا الأمر ربما في العام القادم يصبح أكثر قوة لدى أعضاء الحزب الديمقراطي بعد أن يتسلموا مهامهم في الكونغرس الجديد. نعم، منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، شكرا لك على هذه المعلومات والإيضاحات. من المرتقب أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم خطابا يتناول فيه الأزمة التي تشهدها فرنسا مع التحركات الشعبية التي ينظمها أصحاب السترة الصفر. ومن المتوقع أن يعلن ماكرون تدابير ستتخذها الحكومة الفرنسية ردا على مطالب المحتجين بإلغاء الضرائب. وقد التقى اليوم ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل. ونقلت وسائل أعلام فرنسية عن أوساط ماكرون أن كل شيء على الطاولة من أجل الاستجابة غضب المحتجين. دعت أحزاب معارضة وموالية في الجزائر إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل. واقترحت الأحزاب عقد ندوة وطنية جامعة لإيجاد حل للانسداد السياسي وتحقيق التوافق حول الرئيس المقبل للبلاد. هذا تقرير لأسامة عبد النور. مطلب تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية يثير جدلا في الجزائر. أحزاب إسلامية من المعارضة والموالاة تدعو إلى التأجيل بسبب ما يقولون أنه ضبابية للمشهد على الساحة السياسية وبروز أخطار تحدق بوحدة البلاد، ما دفع رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول إلى الدعوة لعقد ندوة وفاق وطني تجمع القوى السياسية من الموالاة والمعارضة. مسألة ندوة الإجماع ومسألة المساهمة الجميع في بناء الجزائر الجديدة بالنسبة لنا أهم وأكبر من محطة الرئاسيات. خيارنا المفضل هو تأجيل الانتخابات في حدود سنة لتحقيق مصلحة التوافق الوطني كما ذكرنا آنفا. وبالنسبة للسيناريوهات الأخرى، العهدة الخامسة رأي المكتب التنفيذي الوطني أن نقاطع الانتخابات، ولكن المشروع الوطني هو السين. الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني المشغل بإعادة هيكلة القيادة والقواعد قبيل الانتخابات الرئاسية يتمسك بمطلب ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرضه، واستدعى قيادات الحزب السابقة والحالية من أجل المصالحة والتحضير لمعركة الانتخابات الرئاسية. مرشح نتاع الأفلان معروف، أظن أنه ما يفهمش غير اللي ما حبش يفهم. نحن مع الرئيس بوتفليقة. ربما صرف عني ما هو خير لي فيما يخص الأخ سعداني، هو اللسان سبع عقور، ولكن زين الشرف التغافل، سألقاه ما عنديش غل. بين مطلب الإرجاء وإنشاء مجلس تأسيسي لمرحلة انتقالية ومطلب تمديد الولاية الرئاسية، تبقى الساحة السياسية في الجزائر مفتوحة على سيناريوهات عدة. نحو 4 أشهر تفصل الجزائريين عن موعد الانتخابات الرئاسية. الضبابية تلف المشهد السياسي في البلاد، لا ملامح لأجواء انتخابية ولا مرشحين يصنعون الحدث، ولا المعارضة قدمت مرشحها، ولا أحزاب الموالاة اتفقت حول إمكانية ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة التي كان فيها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة رام الله ومساكن الرئيس الفلسطيني وقيادات السلطة. حزب الله يشيد بعملية عفرة، وفصائل المقاومة ترى أنها تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة. وفد حكومة هادي يتمسك بمطلب إخلاء الحديدة من الجيش واللجان، وغريفيث يقترح اتفاقا حول تعز. تيريزا ماي تعلن تأجيل التصويت على اتفاق بريكزيت في مجلس العموم، والمحكمة الأوروبية تفتح الباب لبريطانيا لإلغاء خروجها من الاتحاد الأوروبي. دعوات لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والحزب الحاكم يواصل استعداداته للاستحقاق.
الميادين.net دائما للمزيد. إلى اللقاء.